وأما المشروع الثاني، مشروع المرسوم الثاني، فيتصل بإحداث صنف جديد من الشركات، وهي الشركات الأهلية، حتى يتمكن أبناء الشعب التونسي من بعث مشاريع في كل معتمدية، وحتى يصير الشباب مصدراً للثروة بعد أن ثار على الاستيلاء على مقدراته وعلى ثرواته، وحتى يخرج الجميع من الفاقة والبؤس، هذا فضلاً عن العائدات التي سترجع للمجموعة الوطنية.